يا ابني بقى ما تاخد ابنك جنبك يا وسيم، انا مش عارف انام. طب اقول لك حاجه، اقعد انا في بيتكم يومين على ما انت تقعد في بيتنا يومين. وطي صوتك يا مازو، انت جاي في احلى حته في الاغنيه. ما انتوا بيتكم فاضي. بيتنا مش فاضي يا مازو، ما تقولش كده. بيتنا مليان حب وذكريات وحنين وحنان وامان، حاجات كتير قوي. وبعدين انت تخرس خالص، مش انت اللي اتسببت في اللي احنا فيه ده؟ يعني انت لهفت ال 250 الف في جيبك وكمان مش عاجبك؟ ده انت دمرتني نفسيا. انا ما كنتش عايز العب اصلا يا مازو، انت عارف. انا فلوس الدنيا كلها ما تعوضيش عن اسراء وكريم. وانا وانت ايه يا حبيبي، ما انت متلقح معايا. لا قصدي يا ماما وحشتني. وانا كمان يا حبيبي، ماما وحشتني قوي. بس هنعمل ايه بقى؟ هي اللي اختارت تبعد. خلاص يبقى اشق طريقي وابقى مغني زيك. بس بيني وبينك يعني ما تقولش لماما. لا يا حبيبي ما ينفعش. اي حاجه ماما قالتها لازم تتنفذ، حتى لو هي مش موجوده في حياتنا. انا اتخنقت منكم قوي. انا هقوم اكمل الاغنيه بره. قوم يا جحش، انت نام مكان ابوك. قوم. انا من امتى؟ عايز ايه تاني يا وسيم؟ انت وحشتيني قوي يا اسراء، قوي. ممكن يا اسراء تديني فرصة تانية؟ عشان تضحك عليا بكلمتين من بتوعك، ها؟ مفهوم؟ وسيم عمره ما كان بتاع كلام، وانتي عارفة كده كويس. عشان كده خنتني صح؟ الو، مفيش شبكة عندك، الشبكة في السفرة بس. الو، والله ما خنتك، والله ما خنتك. ما تزعقش، انا سامعاك. ما بزعقش، ما بزعقش، ما بزعقش حبيبتي، والله ما خنتك. ممكن تطمنيني عليكي وعلى البنت؟ البنت كويسة. طب إسراء، ممكن أطلب منك طلب وما تكسفنيش يعني؟ اتفضل يا وسيم. ممكن تصوريني كريمة وتبعتيلي صورتها؟ لأنها وحشتني أوي أوي أوي. حاضر، مش عايزة عليك صورة بنت. تعالي يا بنت، تعالي يا حبيبتي، اسبدي شعرك يعني، عايزة صورة زي القمر. اضحكي يا نون. يا حبيبتي يا كريم، يا حبيبتي يا روح قلب بابا، يا حبيبتي. تعمل ايه يا وسيم؟ كريم وحشتني يا مازو قوي قوي. يا حبيبتي، كنت لسه شايفها معديه وراك داخله المطبخ. طب خلاص ما تزعلش، ما انت كسبت يا وسيم برضه، خلاص بقى. حبيبتي بص بص حبيبتي، كبرت وبقت عروسه ازاي يا حبيبتي؟ يا ابني كانت لسه معديه وراك دلوقتي، هي بنفس اللبس. بنت يا كريمه، هاتي البرطمان. روح قلب بابا، يا ترى عامله ايه من غير بابا؟ حبيبتي بابا.